إيجابي جدا ما قام به كل أصدقاء في مختلف الدول لما هبوا هبة واحدة بعد نداء الجزائر، لأن يقدموا مسؤولي جرائم الحرب والتقتيل الجماعي إلى محكمة الجنايات الدولية. لأول مرة ما فيش إفلات من الجرائم، هذه خطوة، ربما خطوة اللي تخلي الأصدقاء في أوروبا والأصدقاء في كل الدول الأخرى أن أصبح ملح وملح جدا قيام الدولة الفلسطينية، هو الحل الوحيد والنهائي اللي يفصل نهائيا في الصراعات هذه اللي موجودة في الشرق الأوسط. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.